مشاهدين إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة خلنا نسميها ذو اتجاه واحد. ليش اتجاه واحد؟ لأن اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم بالنسبة للبعض منا وليس الكل، ولكن المنفعة هي عامة. طيب، العزب، هذا الصداع اللي أنا أذكر من أيام ما كنا في وطن الحبيب 2007-2008 وإحنا نسمع هذه المشاكل، طلبت عزبة وما عطوني إياها، وعطوا فلان وما عطوني أنا، والحلال وكذا، والبيطرية ونطلب وما في خدمات. أنا أذكر ذا الكلام من عشرات السنين. طبعاً الأمور تغيرت، القوانين تغيرت، اللوائح تغيرت، البعض منا يمكن ما زال متمسك بالقوانين السابقة وقاعد يحاسب الآن وزارة البلدية على هذه القوانين، والبعض الآخر لا، مدرك وعارف وكذا. لذلك شفنا هناك يعني عشرات الطلبات في يوم ما، اليوم صارت مئات الطلبات، وصارت أيضا عندنا قائمة لا تعد ولا تحصى من الأسماء اللي طالبة الاستنفاع بالعزب. طبعا ضيف على ذلك التسهيلات البنكية، ضيف إلى ذلك الثروة الحيوانية الموجودة، نضيف إلى ذلك أيضا ويمكن هذا الموضوع يخص ضيفنا اليوم، موضوع المحاجر البيطرية ووجودها في مراكز الحدود ودورها اليوم مع دخول الشحنات اللي توصلنا من بعض الدول المجاورة، بعض الدول العربية، بعض الدول الأوروبية وما إلى ذلك، ودورها وين؟ لما يقولك والله حتى ساعتها ما تويتر نقرأ المرض الفلاني منتشر في الخراف الفلانية، سوين المحاجر دورهم؟ من حقي أسأل طبعا، لازم أنا في الآخر كمواطن أو كمقيم من حقي أعرف هل اللحم أنا باكله هذا صحي ولا لا، هذا الدجاج اللي كلته صحي ولا لا. هذا كله أيضا من ضمن اختصاصات ضيفنا الكريم. الانتاج الحيواني في الدولة، وهل العزبة هي عزبة لإنتاج حيواني ولا يلسة وسوالف وقهوة وشاي ومجلس وربع وكذا؟ وإذا أنا كنت فعلا خليتها مجلس وربع وستور أو مخزن، هل بيسحبونها مني؟ هل بيوجهوا لي إنذار؟ طيب المنطقة هذه راح عليها إزالة مثلا، طب أنا وين أروح؟ خسر 70-200-400 ألف. هل ضيفنا اليوم بيأكد لنا شو اللي بيصير؟ هل بيعوضوني؟ ولا أنت لا تملك الأرض لكن ممكن نعطيك أرض غيرها؟ طيب والبنيان؟ وصارت، ولكن شو اللي صار عقب من الإجراءات؟ بنعرف اليوم إن شاء الله مع ضيفنا الكريم. نقاط كثيرة أعزائي المشاهدين، وقلنا اليوم عشان نعرف أكثر، وأنا مثلكم عشان نعرف أكثر وأكون على بينة، قلنا خلنا نستضيف اليوم ضيفنا العزيز السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة الثروة الحيوانية ورئيس لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة. مرحبا وسهلا فيك أخوي فرهود. مرحبا أخوي، وأنا سعداء وجودك معنا في البرنامج، وإن شاء الله تجاوبنا على النقاط اللي أنا ذكرتها بإذن الله، وأنت إن شاء الله قدها لأنها تخصصك أحسن مني بيكون إن شاء الله. أيضا أعزائي المشاهدين، طبعا طرحنا لكم سؤال للمشاركة والاستفتاء، سؤالنا يقول ما رأيك في الشروط والآليات الحالية للحصول على عزبة؟ هل هي شروط ميسرة؟ هل هي شروط مقبولة؟ أم هي شروط صعبة؟ أنا ظني هي وسط في وجهة نظري، بس قد تكون عندك وجهة نظر، أنت تعاملت معهم، استلمت عزبتك أمس، أكيد لك وجهة نظر. جاوبونا وادخلوا على مواقع التواصل الخاصة بالبرنامج، راح تلقى في تويتر، في الانستغرام، في الموقع الإلكتروني، في موقع تلفزيون قطر، كل مكان احنا موجودين معاكم. تواصلوا معنا، اطرحوا أسئلتكم، فرصة ضيفنا موجود وراح يجاوب. واحنا حتى قبل ما نبدأ الحلقة كنت اتناقش معه في بعض النقاط، وراح تشوفونه جدا يعني ياخذ ويعطي ومخه ما شاء الله منفتح وحاب انه يساعد الجميع حسب القانون. حسب القانون، لا تقول والله كذا ولا حسب القانون، الكل بياخذ حقه باذن الله تعالى. اعزائي المشاهدين، راح ناخذ عندنا شنو الحين يا زينب؟ راح ناخذ الان تقرير عام شامل، راح يشرح لنا موقع العزب في دوله قطر، وشنو موقفها اليوم، وش الخدمات المقدمه، وش المنتظر منها. شوف مع بعض. تشهد قطر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد الراغبين في الحصول على العزب المنتشرة في مناطق كثيرة كالشمال والوكرة وسميسمة والخور والشحنية والغويرية وبنخلة والجميلية وغيرها. وبهدف تنظيم شؤون العزب، أصدرت وزارة البلدية والبيئة في أغسطس عام 2016 قراراً بإعادة تشكيل لجنة
مؤلفة من الإدارات المختصة لوضع الآليات الجديدة لذلك في ضوء التشريعات والأنظمة المتبعة ودراسة الطلبات الخاصة بالعزب ومراجعة مشروعات العزب ومتابعة تنفيذها وتقديم المقترحات لتطويرها وتصحيح أوضاع العزب وتطبيق الرسوم في ضوء التشريعات الحالية. وفي الوقت الذي تشير فيه بيانات وزارة البلدية والبيئة إلى وجود 9 مجمعات تضم أكثر من 13,000 عزبة ثابتة وحوالي 1,000 عزبة متحركة، لا يزال باب الطلبات مفتوحاً بحيث يستقبل قسم العزب يومياً أكثر من 100 طلب خلال أيام التسجيل المحددة، والأولوية ستكون بحسب الأقدمية حرصاً على الشفافية والعدالة في التوزيع وضمان أن تكون العزب وحدات إنتاجية. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بدعم مربي الثروة الحيوانية من خلال تسهيل الحصول على قروض ميسرة لأصحاب العزب لشراء الحلال بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وتوفير قروض بحد أقصى 250,000 ريال قطري لصاحب كل عزبة، وهو قرض بفائدة 1% من قيمة المبلغ. كما وضعت برنامجاً لاستيراد الحلال، وأكدت الوزارة حدوث طفرة كبيرة في الإنتاج الحيواني خلال عام 2016، إذ بلغ إجمالي أعداد قطيع الحيوانات المنتجة للغذاء نهاية شهر أغسطس حوالي 1,200,000 رأس مقابل حوالي 1,000,000 رأس فقط حتى نهاية ديسمبر 2015، أي بزيادة قدرها حوالي 20% في سنة واحدة. مربو الثروة الحيوانية في العزب شاركوا في إنجاح تجربة البيع في ساحات المنتج الزراعي القطري في المزروعة، وخلال هذا الموسم فقط باعت 39 عزبة حوالي 12,000 رأس من الماشية وحوالي 25,000 طائر بلدي. ونظراً لهذا التطور في الإنتاج، سيتم تصنيف العزب مستقبلاً وفق 4 فئات، هي عزبة فاعلة ومنتجة وجيدة ومقبولة. ورغم الانتقادات التي وجهها أصحاب العزب لهذا التصنيف الجديد، مطالبين بزيادة الدعم قبل تنفيذ التصنيف ليكون عادلاً بين ملاك العزب، فإن الثابت أن الخدمات في العزب تتطور بوتيرة أخرى. وآخر الغيث إنشاء 7 مراكز بيطرية في 7 مجمعات للعزب لحماية الحلال من المرض، وصاحب العزبة من الخسارة، وهذا هو الأصل. عودة لكم أعزائي المشاهدين، وعودة لضيفنا الكريم سيد فرهود الهادي مدير ذات الثروة الحيوانية ورئيس لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة. قلت لكم موضوع مهم، اسمعوا الكلام اللي بيقوله، نتفهم الكلام اللي بيقوله، وعندك أي اعتراض، عندك أي ملاحظة، عندك أي شيء ابعثها لنا، أو ممكن تتواصل معه يوم الغد بإذن الله في مكتبة وصلوا عنده استفسروا، لأن إن شاء الله اليوم يبشرنا بإذن الله، إن شاء الله في شغلات ممكن تبشرنا بإذن الله. أخي فرهود، في البداية لما أقول أنا أبغي عزبة، كلمة عزبة هذه عطى تفسير لها حتى على الأقل المشاهد الكريم يعرف هل هو فعلا يبغي هذه العزبة لهذا الهدف ولا في شيء ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة معنية بعدة اختصاصات، ومن ضمنها قسم العزب. العزبة بالمختصر هي كحيازة أو انتفاع، حق انتفاع وليس ملك، للحائز على ثروة حيوانية يستخدمها للإنتاج الحيواني. الأساس هو إنتاج حيواني. الأساس العزبة هو الإنتاج الحيواني. غير الزراعي ولا أيضا؟ لا لا، إنتاج الحيواني فقط، سواء كانت أغنام، ماعز، أبقار، إبل، في الأخير إحنا نتكلم عن إنتاج حيواني. وحتى ما يتعلق يعني ما مش الأساس الداجنة ممكن يكون معها، لكن الأساس حيوانات المزرعة. طيب أنا مثلا على سبيل المثال، أنا مالي في الحيوانات والإبل وكلام هذا كله، مالي في هذا، ولكن أنا حب أني مثلا أخذ عزبة هي منها ترفيه لعيالي، هي منها للعجوز مثلا للشيبة اللي يروحون يجلسون فيها، لكن أنا وعدكم أني مثلا مثل ما قلت لحضرتك دواجن ممكن أحط فيها زراعة أزرع فيها وكذا،
هل ممكن أكون صريح معك يعني هل ممكن تعطيني لا موافقة؟ في الأساس للإنتاج الحيواني لازم في الأساس الزراعة تكون تأخذ يعني ما تأخذ الحيز كان تكون على الأطراف يعني كتجميلية ولا كم المساحة تعطيني إياها؟ كم تعطيني مساحة؟ مساحة العزب مساحة العزب حاليا الموجودة تفاوت ما بين 25 في 25 و 25 في 50 و 50 في 50 الموجودة أكبر الحالية. شيء هي 50 في 50 50 في 50 لكن العزبتين لي ولا لي عزبة واحدة؟ للشخص عزبة واحدة لكل شخص إيه في السابق كان لازم مربوطة بالثروة الحيوانية فالتحدد على الثروة الحيوانية موجودة لكن إحنا اليوم وهذه يمكن من ضمن النقاط تناقشنا فيها تحت الهواء اللي هي الموضوع التقديم نعم في السابق كان مشترط أنك تبرز ثروة حيوانية تكون موجودة عندك لكن اللي هي 50 راس كانت 30 راس اليوم اليوم إحنا ارتئينا أن اللي جاي بيتقدم في الغالب العظمى يتقدمون مثل ما تفضلت حضرتك أن أنا أبي أخذ عزبة وأبي أنتج وأبي أربي وأبي أدخل هالمجال فأجلنا الشرط إلى بعد حصول على العزبة إيش كثر الشاشة نعطيه فترة بحد أقصى ما تتجاوز 6 شهور يقوم المنشآت يوفر 30 رأس يقوم المنشآت يبتدي يحط الثروة الحيوانية بما لا يقل عن 50 رأس أنا بعطيك مهلة وفي عندك دعم بعد فيه أنواع الدعم كثيرة تقدمها الإدارة سواء كان العائلة في المدعوم بالتنسيق مع الأخوان مسي عليهم بالخير في وزارة الاقتصاد إدارة التموين أو وزارة الاقتصاد أيضا لها دخل في الموضوع لها علاقة معنا بالدعم إحنا نقدم دعم بصورة غير مباشرة شهادة ترسل لإدارة التموين وعلى ضوءها يتم صرف العلف الأدوية التحصينات هذه كلها تقدم بلاش أنا يمكن أركز أكثر على موضوع أن العدد عدد العزب القائمة اللي راح يتم صرف لها العزب والقائمة اللي قاعد تنتظر وهذا دائما عليها إشكالية كم عدد العزب اليوم عندنا اليوم؟ القائمة تقريبا في حدود 5000 عزبة موجودة حاليا الموجودة حاليا في حدود 5000 طيب وكم قسيمة الآن راح توزع كرقم اسمني كرقم اني ما اقدر يعني اعلن لان للحين ما انتهينا بصوره نهائيه من اجراءات التخصيص لكن احنا حاطين في اعتبارنا الطلبات السابقه اللي اول ما استلمنا اللجنه كانت تقريبا كان عندنا تقريبا في حدود 5500 طلب وحطينا عليها اضافه ان في طلبات راح تزيد فقدمنا طلب التوسعه بناء على المعطيات اللي قدامنا طيب انا في جريده الشرق السبت 11/6/2016 توزيع 6500 عزبة على المواطنين ونقل مجمع عزب الوكرة لمنطقة الخرارة راح نشوف الآن شرع على الهواء علمت الشرق أن لجنة تنظيم العزب التابعة لوزارة البلدية ستعمل قريبا على نعم على توزيع أراضي عزب على المواطنين ضمن مشاريع الوزارة الجديدة طبعا خصت أراضي إدارة التخطيط العمراني 6500 أرض إيش مصير هذا الخبر وهل فعلا ولا لا بالنسبة للتوزيع هم ما أصدرنا إحنا أي نية في ذاك الوقت إنه بإصدار العدد المذكور 2016 ما طلعتوا أي شيء لا ما طلعنا إحنا كذا لأن إحنا استلمنا بدينا نعرف كم عندنا من طلبات بدينا إجراءات التوسعة تخاطبنا مع الأخوان لأن تعرف أن لما تأخذ لك كجزء من أملاك الدولة لازم تأكد أنها من الجهات الأخرى ذات العلاقة أنه ما في أي مشاريع بتقوم عليه في المستقبل لأن في مشاريع أنا أعتقد ذات أهمية أكثر فلازم هم ينظرون الجهات الأخرى هل لهم مشاريع في هالأراضي أو لا بناء على الحمد لله إحنا قطعنا شوط كبير أنا ما بي يعني أقول لك إحنا وصلنا تقريبا يمكن أكثر من 85% خلاص يعني إحنا المراحل النهائية بإذن الله والنقطة الثانية اللي هي نقل المجمع ما فيه نقل لا زال المجمع قائم وما في أي اللي في الوكرة طب في منشآت حول صناعية وكذا هو قريب على خط مسعيد بس ملاصق ولا لا فعادي ما عندك مشكله موجود لا هو موجود حاليا يعني ما جاء له طيب. اي كلام او طيب يعني بعض التويتات توصلنا يقول لك ان يعني في الوقت الذي تطول فيه قوائم الانتظار هناك وسطاء لهم ايش الإعلانات منشورة يضمن لك عزبة مقابل عائد مادي دسم هذه كيف تتعاملون معهم؟
الوسطاء يقول لك انا بيدلك عزبه وكذا وكذا عبر الجرائد حتى يحط لك بشكل هذا اسلمك هذا الخبر او الشخص هذا اللي تكلم. انا اقول لك اي واحد يعني يعرض عليه شخص هالعرض هذا انا اقول له يعني مستحيل لا يتجاوب معه نهائي لا تروح اي وسيط لا تروح للنهائي لان باذن الله الفكره والقرار اللي اتخذناه في اول موسم ان نمشي بالاولويات من اول تقديم على اساس ان نحاول أقدمية التقديم على اساس ان الناس تضمن حقوقها ومستوفي الشروط يتكلم الشروط نحاول قد ما نقدر نحاول يعني نعطي كل ذي حق حقه. طيب الان قائمه الانتظار يعني للحظه هذه احنا فيها كم تقريبا؟ والله تقريبا الى اليوم يعني احنا تقريبا عدينا يمكن 13 14 الف طلب تسجل فتره 2016. طيب تنصحني انا اسجل طلب في كذا عزبه او كذا منطقه من العزب؟ لا محدد لك تختار مجمع واحد وتحدده على اساس انك تمسك قوائم الانتظار في هالمجمع. لا يعني مثلا بقدم على مثلا الوكره بقدم على سمسمه كذا مثلا ممكن في الاخير انا بناخذ نعتمد لك الطلب الاقدم. الطلب الاقدم الاقدم باقي الطلبات هي راح تلغى تلغى إيه؟ راح تلغى. طيب في ناس خالفهم هي مخالفه تعتبر ولا هي تعتبر متعبه لنا احنا لان يصير تدقيق وفرز للطلبات هذه ف يعني الموظفين اللي عندنا يتعبون في هالاجراء. طيب مالي انا ما اخفيك يعني هناك من عرض العزب للبيع وهناك من حط لها اسعار 200 500 700 800 الف. طيب ليش سويت ذي؟ قال لك والله ما في عزب وانا عندي عزبه مو محتاجها. يعني في بعضهم اقصد تقدم للحصول على عزبه بهدف التربح من ورائها بعد بيعها. هل هو اجراء صحيح سليم وهل انتم يعني توثقون هذا المبايعه رسميا؟ البيع او التاجير للعزبه لا يجوز. لا يجوز. هي اساسا محدده للمستفيد الاول للانتفاع منها في تربيه الثروه الحيوانيه لان العزب هذه تعتبر مخزون استراتيجي لي انا كدوله للثروه الحيوانيه. أنا اليوم الأمن القضائي عندي مثل ما أنت شايف الدول اللي حواليك يعني مهدد اليوم. طيب البيع والاستئجار ممنوع رسمي؟ ممنوع رسمي. طيب يعلن في الجرائد؟ هو يعلن في الجرائد لكن احنا اليوم حطينا طلعت فيه بعض القرارات الداخلية أن البيع أو التنازل احنا ما نتكلم عن البيع كتنازل أنه يكون مقتصر على درجة القرابة الأولى. لا من أخ لأخو فقط. من أخ لأخو من أبو لولده هذا التنازل لكن لما تجيني أنت بالتنازل لازم يكون عندك سبب مقنع. تدرس ما تسحبها منه؟ تدرس كل حالة يعني لحالها أتأكد هل الشخص هذا له أسباب قد يكون مرض قد يكون في أسباب ثانية لكن كتجارة لا هذه في طلبات قريبة يعني توقفت لأن ما في صلة قرابة وما في داعي أساسا يا تستمر عليها يا تنازل عنها للدولة. طيب أعزائي المشاهدين حتى نأخذ أيضا تفصيل أكثر لأن الموضوع هذا كثير عجبني لأن نقرأ كثير في الجرائد وحتى بالمعارفنا وكذا يقول لك والله فلانك عند عزبة بيبيعها. طب هذا هل بيع رسمي أو غير رسمي؟ أخي فرهود طبعا قال هو غير رسمي وغير معترف فيه إلا القرابة وهو تنازل وليس بيع. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين نرجع لضيفنا الكريم فرهود الهاجري. أعزائي المشاهدين يمكن نأخذ آراء الشارع لكن هالمرة ما راح نأخذ آراء الشارع كشارع ولكن راح نأخذ آراء بعض أصحاب العزب واللي أتمنى طبعا أخونا فرهود
الهادي بصفته أيضا كمدير إدارة الثروة الحيوانية وموجود معنا يعلق على هذه النقاط أو الملاحظات اللي بيسمعها، لأن في الآخر هي مصلحة عامة، ليس مصلحة شخصية ولا الحمد، هي مصلحة عامة حتى لا تتكرر الأخطاء، حتى لا تتكرر التقصير، وهذا وارد، هذا وارد طبعا. شوف معنا شوف السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا اليوم عن العزب وما يدور حولها. خلونا نسأل معاكم ونرجع لكم ثاني مرة. فيه اللي حصل وفيه اللي تأخر، يعني 5 سنوات 6 سنوات مقدم على عزب عنده حلال، سواء حطه مع عزبة أخيه أو ابن عمه أو جاره أو زميله، أخذ مساحة من عزبة صاحبه، ولكن توزع لك عزب يعني مهضومين فيها. والله طال عمرك إن شاء الله نشوف أنها عادلة، بس فيه بعض الناس مسجلين من قبل ولا بعد جاهم توزيع للآن. غير عادل، والناس قاموا يشترون عزب مشتريات خيالية، وبعض المواطنين ما عنده استطاعة يشتريها. في ناس منهم عادلة، وفي ناس ينتظرون على 7 سنين 4 سنين يطولون. والله أنا أشوف توزيع العزب على المواطنين شبه عادل، يعني هم لا قدر يغطون الكفاية كاملة، ولكن بنقول غطوا تقريبا فوق 75%. بعض المواطنين استلموا وبعضهم ما استلموا إلى الحين. كل خدمات طيبة، بس ناقصنا الماء والكهرباء. المجمع نفتقر أشياء واجدة، منها الكهرباء، يعني حتى الكهرباء صرفية، لا من ديزل لا من مكاين كهرب، وتعرف الكهرباء المكاين يعني. والله المرافض فيه نقص، في المرافض فيه مساجد ناقصة، فيه بيطري مو موجود، والمساجد الموجودة على تعب أشخاص مسوينها. المستشفيات بعيدة، وما بخصوص طال عمرك المساجد فالله يجزاهم خير، فيه نصهم من أهل العزب صراحة الله يكتب لهم الأجر على حسابهم الخاص. توصيل المياه للعزب هنا مشكلة، يعني الحيوانات لما تكون عندك ماء أو أنك تسقاب الورة ويجيك وتدفع فلوس، الحكومة قصة تعطي، لكن بعض مرات ما في سيارات ولا في أحد ناس يدفعون لك، عما قال تدفع السيارة حقتها ما تحصلها. كذلك التنظيف في العزب، طالبين البيطري سوبر ماركت للعمال. والله الحين الكهرب ما جانا والماء ما جانا، ومثل ما تشوف على المواطير ولا على الطاقة الشمسية. المرافق الماء وصل ولا بعد وصل لها الحين. الحاجة الثانية البلدية الله يجزاهم خير، مراقبينهم ما يفتشون عدل على الروض. أصحاب العزب يسحبون الجيف ويقطونها في جنبهم، ونرجو من الله ومن سعادتهم سيارات تنقل وتنظف المناطق اللي حولها. هذه بية مضرتها على الحلال وعلى البشر من وراء الحلال. فيها ملاحظة طال عمرك، بعض أهل العزب الله يهديهم يستغلونها في أنها يأجرونها على عمالة ومخازن، ويشوهون السمعة ويسببوا الإزعاج. نرجو من الجهات المعنية أنهم يتشددون في الموضوع على الرقابة عليهم. بخصوص طال عمرك صحيح، في عزب تشتغل من ناحية سكن العمال، الشركات، في نص العزب اللي مجايهم عزبة يأجرونها على صاحب شركة لسكن العمال. هي فيه يستغلونها مخازن اصلا، ولا نشوفهم في الصيف كله ما نشوفه، يعني اغلبيه العزاب فاضيه، ما فيها الا في الشتاء يكون فيها يجونها ناس يراجعونها، وتشوفوا اكثر العالم يجونها. مطلوب منهم ان يوفرون يكملون الخدمات اللي باقي العزاب ما جاها الكهرباء ولا الماء ولا الزفلت ولا حق الالاف. نتمنى انهم يوفرون، يعني يكون مركز خدمي صحي للحلال البيطري في مجمع العزب، يعني ويكون يعني على مدار مثلا 12 ساعة من الساعة 6 الصباح إلى 6 المساء يفضل. يعني في أنا والله بعد هذا من الأشياء اللي بالنسبة للمسجد، بالنسبة للبيطرة، بالنسبة لو يحط لهم بعد يعني في كل مجمع سوق حق أعلاف،
سمعنا معاكم ما يتعلق عن موضوع العزب. نرجع للزميل حسن الساعي للاستديو. شكرا لك أخوي علي المري وشكرا لضيوفك الكرام، وطبعا زيارتك لهم مقدرة ولهم كل تحية وتقدير، وأحييهم أيضا على صراحتهم والملاحظات اللي ذكروها، لأن احنا بحاجة فعلا أن احنا نسمع منهم من الواقع حتى نقلها لضيفنا الكريم، واللي هو طبعا بسط بعض النقاط. أخي فرهود طبعا كان بسط بعض النقاط والكلام اللي قالوا الأخوان، بعض الملاحظات وأعتقد هي ملاحظات عامة وليس شخصية، فإيش ممكن من نقاطك بسطها وممكن تحب ترد عليهم؟ بالنسبة للأخوان طرقوا لعدة نقاط، منها اللي هو القوائم الانتظار. وفعلا احنا بدأنا نحصر، أول ما استلمنا اللجنة ونحصر لقينا طلبات قديمة. في بعض الطلبات قد رفضت في السابق بسبب أن عدم مثلا توفية الشروط. فبعد احنا ما ارتئينا تأجيل الشرط فحصرنا كل الطلبات هذه وعدناها بتاريخ الأرشفة، أرشفة الطلب نفسه اللي طلب من أرشفة 2012 حفظنا له حقه. حلو، هو عدينا قوائم واحنا بدينا ترى من فتره قريبه يمكن في احد المجمعات اللي هو مجمع الشمال حصرنا فيها طلبات وخلاص ان شاء الله اعتمدناها للتوزيع يعني. طيب في ايضا طالبين مساجد بيطري يكون قريب منهم، تنظيف دائم مستمر بالنسبه للمساجد. احنا بعد يعني انا قريب انا استلمت اللي هو كقسم العزب وكذا. نعم. فلقيت اغلب المساجد مثل ما تفضل اخواني انه اصحاب اجتهاد شخصي. في بعضها تسجل على الاوقاف وفي بعضها لا زال متسجل على اصحابها، وجزاهم الله خير يعني قبل كل شيء. لكن انت بتسوي مسجد يعني تلقى المساجد متقاربه، في بعضها متقارب. طب هل ممكن نتفق مع وزارة الأوقاف؟ فأنا في القديم ما لي يد فيه لأنه ما طب الخطة الجاية، لكن في الخطة الجاية أنا بحاول المساجد تكون بينها مسافة على أساس استخدم الموجودين. ما تكون هل ممكن يكون في جامع بالإضافة إلى بعض المساجد؟ هذا إن شاء الله أنا حاط في التوسع إن شاء الله مثل ما جاتني التوسعة أن نخاطب الأخوان في الأوقاف على أساس نخصص لهم بعض الأماكن كمساجد. الماي والكهرباء متى توصلهم؟ الماء ينتهوا الأخوان في الكهرباء من تمديد لمجمع رقم 1 و2. كم مجمع عندنا في الدوحة؟ تقريبا حدود 9 مجمعات. 9 مجمعات، 1 و2 خلاص. 1 و2 بس مو في كل المجمعات، يعني في بعض المجمعات يعني مثل مجمع الخور، مجمع الوكرة، مجمع أبو نخلة، مجمع الخريب. هذا لا، هذا خلصوا كتوصيل الشبكة. طيب أيضا ذكر يعني ان في بعضهم اساء استخدام او سوء استخدام للعزبه وحولوها الى مخازن او سكن عمال او حتى محلات، هاي ايش صرف معهم؟ الاخوان في الرقابه والمفتشين اللي موجودين جزاهم الله خير شغالين يعني لرصد المخالفات واتخاذ الاجراء المناسب مع المخالفين. طيب في عندي سؤال هنا وصلني يقول يسعد مساك اخوي حسن، العزب الجواله المنتهيه لا تجدد ويطلبون منك التنازل منها، ليش طلب التنازل هذا؟ العزب الجوالة، والحين نطلع شوي من المجمعات العزب إلى الجوالة. العزب الجوالة في بعضها منتهية لها فترة ما تجددت. ولازم أجدد كل سنة؟ العزب الجوالة حاليا كل 6 شهور. وش المقصود بعزب الجوالة؟ اللي خارج في المناطق المنتشرة في مناطق البر جوالة وليس ثابتة. الثابتة مجمع عزب تقدر تبني فيها هذه جوالة، هذه جوالة خيام فقط، أبورت كابينات متنقلة. وتكون يعني عزبة جوالة تكون قد تكون منعزلة بروحها، هذه غير العنة. غير العنة. طيب فالعزب الجوالة هذه في بعضها منتهية من سنوات وبعضها تم إلقائه، في بعضهم يحاول أن يجدد. فبناء على القرارات اللي صدرت مؤخرا ان خلاص التجديد يقتصر على العزب الساريه المنتهيه خلاص. طيب تسحب منهم؟ هي منتهيه اصلا من خلاص. طيب سؤال يمكن يتبادر ذهن البعض، يعني واحنا نقرا بعض الشروط قرينا يقول لك لازم يكون عمره فوق ال 35 سنه لتصرف له عزبه. صحيح. طيب ما قبل 35 ما يصرف لهم؟ ما قبل 35 لا، كشروط 35 وطالع. والله شوف الشرط هذا، احنا ودنا ان الشباب انه يستغلون الوقت ويطبقون في الشرط هذا موجود بالسابق، لكن هو حطوه 35 انه يكون شخص فعلا متوجه لتربيه الثروه الحيوانيه. طب بتعيد النظر فيه؟ ممكن اعيد فيه النظر، بس اعيد النظر فيه بس مو في الفتره الحاليه، لان اليوم قاعد احاول اخلص القوائم السابقه. ما اقدر التفت لاجراءات جديده وانا اليوم
الناس خلاص وصلت حدها مثل ما يقولون. طيب انا اكون صريح معك، الناس وصلت حدها، طلبات قديمه في 2012 2013 في 2011 حتى ينتظرون في موجوده طلبات، في طلبات اليوم طلب 2012 شخص انا اقول له انت وينك ما رجعت؟ يقول والله انا رجعت اول ما قدمت رجعت مره وبعدها ما رجعت. زين وينك من قبل؟ طب ايش ممكن تبعثون انت مسج اتصال؟ هو ما رجع لان في طلبات اذا ما ضابطت الشرطه ذاك الوقت يرفض. انت ليش ما رجعت زين؟ عشان المرأة من حقها تاخذ عزبه؟ من حقها. تقدر تقدم؟ تقدر تقدم. طب وشروط 35 سنه؟ احنا شروطنا بسيطه جدا، 35 سنه ارمله متزوجه مطلقه 35 سنه بدون الحاله الاجتماعيه 35 سنه. طب انا باخذ وهي بتاخذ بيصير عندنا ارضين عادي؟ قدم اذا جاك الدور وسوفيت الشروط. بالعكس وش اللي يمنع؟ لا انا اقصد مثلا يعني هي خذت مثلا في انت تقدم خذت في الخراره افهم في الخور مثلا عادي؟ هي عادي يكون عندنا ارضين احنا بيت واحد؟ اسم لكن واحد في الخور وواحد في الجنوب بتصير مكلفه عليك انت كصاحب. فالاحسن انك تاخذ لك عزبه واحده لبيت واحد خلينا نقول. لبيت واحد ولكن ما يمنع بعد انه يقدم. احنا ما يعني ما حطينا شرط انه يحد. طيب البيع ممنوع، الاستئجار ممنوع صح؟ صحيح. للمرأة الحق أنها تقدم لطلب عزبة في شروط معينة من ضمنها العمر فوق 35 سنة، من ضمنها وهي الأهم لازم يكون في ثروة حيوانية. ممكن التنازل عن هذا الشرط ولكن مؤجل. بعد 6 شهور مؤجل. لازم توفر على الأقل 30 رأس صح؟ 50 رأس. هناك دعم من وزارة الاقتصاد، هناك دعم لكم وزارة التنمية الإدارية بنك التنمية ايضا لكم دعم اعتقد 250 الف للعزبه، للعزبه الواحده للعزبه. بس في من ضمن الشروط فيها شروط ايضا؟ لا ضمن الشروط السابقه للحصول على العزبه ان الشخص ما يكون حصل على عزبه من الدوله وتنازل عنها. طيب كبار السن والمتقاعدين لهم استثناء عندكم؟ راعيت ظروفهم مثلا؟ احنا مراعين ظروفهم باذن الله. لكن انا اتكلم لك اياها بكل صراحه، لو جاني طلب اليوم في 2017 وعندي قوائم انتظار 2011 لا في 2011 طيب. فأنا لازم أكون يعني شوف هو ترى أنت لازم تنظر لها بنظرة عادلة على أساس الانتقاد موجود ويجينا ونحصله كل يوم حصله وزعلانين وبتهاوشون حقهم ما أنت طيب. المكتب مفتوح تقدر تستقبل الناس في أي وقت يجونك جميل. بس لازم تأخذ اللي في خطرك. طيب. أعزائي المشاهدين راح نأخذ هذا الفاصل، ابقوا معنا، ما زال هناك أسئلة كثيرة وملاحظات كثيرة نقلها لضيفنا الكريم. ابقوا معنا لا تروحون. عودة لكم أعزائي المشاهدين. قبل شيء واحد الإخوان يقول لي في سؤال من أحد الإخوان يقول الآن قرض 250 ألف هل يكفي لعزبة وحلال وزراعة دواجن وسور؟ هل 250 ألف تكفي؟ وإذا تكفي هل أنا وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من اللحوم في الدولة؟ طال عمرك ال 250 ألف ما تشمل لا العزبة ولا السور. ما تشمل لا العزبة ولا السور. أنا عشان أعطيك ال 250 ألف لازم تكون عندك عزبة قائمة سورها بكل شيء سور وحظايرها جاهزة لاستقبال الثروة الحيوانية. أنا أعطيك ال 250 ألف اللي متاخذها من خلال البنك لتوفير الحلال، لكن ما تشمل السور. احنا اليوم عندنا اكتفاء ذاتي من اللحوم في ظل ما شاء الله عدد العزب اللي عندنا؟ احنا عندنا عدد عزب لكن احنا نتمنى ان نسبة الاكتفاء الذاتي ترتفع في المراحل الجاية. احنا اليوم نسبة من اللحوم الحمراء نسبة لا زالت يعني صغيرة 12%.
أعزائي المشاهدين راح نشوف مع بعض الآن أخوي فرهود مشهد درامي كذي بس أبغى أتعلق عليه لأنه يقولون تكرر وايد إن شاء الله. تعليق عندك؟ أنا ما أعرف تعليق عندك. خلينا نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين المشهد الدرامي ونرجع لكم. اي وصلت وصلت والله. تبي صراحة يعني المكان يبي له شغل وايد فاضي ما في شيء يعني. انا شوف سويت اللي علي، جبت الخرفان جبت النوق، بس ما اعتقد انه بتمر بالتفتيش. اي صح صح. لا مو بعد تدفع لي زيادة يعني، بس انه ما يمدي الحين. انا ما اقدر اسوي لك شيء، بس بسوي اللي علي يعني، بحاول اضبط لك الموضوع. ارجع. تعال تعال. بس 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 وقف. نزل لي الخرفان على اليمين. ايوه. والنوق ودهم على اليسار. هذول ودهم على اليسار ها؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. يعطيك العافية الشيخ. الله يعافيك. هلا أخوي عبد الرحمن. اي نعم. أنا إبراهيم اللي كلمتك بخصوص العزبة اللي عندي، عندي تفتيش. صحيح صحيح. ومتى التفتيش عندك؟ بعد يومين. يومين يعني خلاص، إن شاء الله بكرة أنا بجيب لك الحلال، بس أكيد عقب يومين. اي أكيد أكيد، لأن أنت تدري يعني إذا تأخرت شوي بيزيد عليك الأجار وبتوقف شغلي يعني. لا لا أكيد أكيد، بس أبي أسألكم شغلكم مضمون؟ اي مضمون يعني مثل ما تشوف. خلاص تمام، توكل على الله. بس لحظة 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 لحظة، بس هالخروف الاسود ما بي، بل انه مسوي مشاكل ومعروف صراحه، ومسوي مشاكل حق ناس. خلاص ابشر. خلاص على موعدنا ان شاء الله. ان شاء الله يبا. يلا يعطيك العافيه. مع السلامه. طبعا هذا يقال انه يصير، انا ما صراحه ما اعرف ولا ادري، ولكن ضيفنا اكيد مرت عليها الحالات. خيف رود مرت عليكم شغلات مثل هذه؟ اجرنا شويه خرفان وكذا لي صديق او كذا اساس انه ينتفع ويعطونا التصريح وخلاص سابقا او حاليا؟ في السابق مره وفيه الحالي، لكن احنا عندنا برنامج اللي هو ترقيم الثروه الحيوانيه وحصرها. فبالبرنامج الترقيم الحيوانات هذه تترقم. عاد في ناس يزيلون الارقام وكذا، لكن انا اللي يزيل الارقام له اجراء عندنا ناخذه معه. لكن انا عارف الحلال هذا لو طلع من العزبه الفلانيه توقف على العزبه السابقه او صاحب الثروه الحيوانيه السابقه توقف عليه الدعم. والعزبة الحالية هذا لو ثبت عليه أن نقل الحلال وكذا يأخذ إنذار وتتم متابعة الإنذار معه. طيب في سؤال يقول ما في ولا عزبة وصلها ماي حتى الآن، أرجو الاهتمام بالكهرباء لأن ما في دعم للعزب بخصوص الديزل. الماي الأخوان خلاص انتهوا من التمديدات الرئيسية. التمديدات خلاص. إيه الحين باقي الدور على أصحاب الواحد اثنين أصحاب العزب أن يتواصلون مع الأخوان في كهرباء. يعني عزبة تواصل مع من؟ مع الأخوان في كهرباء. حتى حطوا على موقعهم، وفيه أعتقد أنه في تسجيل إلكتروني. يطلبون العقد، بطاقة العزبة، بطاقة الشخص، وخلاص يكمل إجراءات، يبتدي يسوي الخرسانة اللي هي عليها الصندوق الماء. أنا سوي أي الشخص نفسه، التمديدات الداخلية على الشخص. طب تعملون رسته شيء؟ في بعض المجمعات حوالين المجمع، لكن داخل المجمع تخاف في شغلات ثانية احنا نخاف منها. قد يجونك الشباب مثلا المستهتر بالسيارات بين العزب، ناس تطوف عزب ممكن تندعم. فهذا تخاف منها، لكن حواليها هذا موجود حاليا. طيب الأخ علي الجابري يسأل يقول لك صرف العزب على ناس ولكن لم تحرك ساكنا، كما ما مثل ما انا اخذتها من عندكم، اللهم سورتها وخليتها مثل ما هي وحاوطتها مثلا وفاضي من داخل ما في اي شيء. طيب ليش ما تسحب منهم؟ طال عمرك عندنا احنا عزب اشتغلنا عليهم في اجراء السحب. الارض الفضاء بدنا عليها ولهم حاوطه بسور، وخلصنا من الارض الفضاء، الحين داخلين على المسوره. رصد تم شغالين الحين حاليا؟ شغالين عليها، تم رصد الحين المخالفات هذه، لان انت الاخير ما انتفعت، حرمت غيرك وانت ما انتفعت، ما دعمتني انا كدوله ورفعت نسبه الاكتفاء الذاتي. انا محتاجك اليوم انت كمواطن، انا محتاجك دوله انك ترفع لي نسبه الاكتفاء الذاتي، انت تستفيد والدوله تستفيد.
الأرض هذه تخصصت لك عشان تقدم الدعم للدولة من خلال إنتاجك للثروة الحيوانية. والدولة مقدمت لك الأدوية ببلاش. طبعا ما فيها زراعة. الزراعة فيها ولا لا؟ لا لا لا، الزراعة هذا شيء ما يعنينا أنا في العزبة. أنت أبشر الثروة الحيوانية. أنا الثروة الحيوانية هي الأساس، لكن ما يمنع أنك تزرع. طيب الثروة الحيوانية اليوم هي بحاجة أيضا إلى دعم بيطري مستمر. أنا سمعت وفي تويتر بعد بعض الأخوان مرسلوا يقول لك والله في بعض الأدوية ناقصة في السوق مش موجودة. طال عمرك إحنا في الفترة الماضية ما أنكر ذا شيء، صار عندي نقص في بعض التحسينات. طيب. لكن اليوم أنا وفرت تقريبا كل التحسينات كإدارة. اللي متأخر عندي هو نوع واحد، وبإذن الله الشركة المصنعة وعدتنا تبدأ تصنيعه في شهر، لأنها مدتها صلاحيتها قصيرة جدا. وعدتنا في شهر 2 ومش موجود حتى في أغلب بيجيبون إن شاء الله المجاورة. هذا بس النوع الوحيد، أما باقي الأنواع كلها موجودة. كلها موجودة. هي خدمات مجانية ولا؟ خدمات مجانية. الأعلاف، قصدي التحصينات، الأدوية، الخدمات هذه كلها مجانية. الرش اللي هي خدمات غير علاجية، رش العزب، هاي كلها مجانية. طيب هل مطلوب مني أنا أروح ولا أنت تجوني؟ تطلب الخدمة. بيطري هو يجي. لا تطلب الخدمة، فيه عندنا خدمات إلكترونية وفيه خدمات بالحضور الشخصي. طيب بقالات، محلات، مطاعم، مش لي أنا، حتى للمساكين للعمالين. للعمال إيه ما راح تعملون شيء؟ لا هذا إن شاء الله فيه مشروع إن شاء الله مع الأخوان في بنك التنمية، وقاطعين فيه شوط، وإن شاء الله بيرى النور قريب إن شاء الله. يعني فيه إن شاء الله شيء؟ بإذن الله، لأن طيب. أنت تتكلم اليوم العزبة صارت مناطق. طيب اليوم أنت، اليوم أنا باني في العزبة، ولكن ليش لظرف ما قلتي بسحب منك العزبة لظرف ما، أو عليها إزالة المنطقة هذه نفترض، بتعوضني؟ إذا الأرض مرخصة بتعوض الأرض. والبنيان اللي أنا بنيته؟ البنيان لا، من ضمن العقد أن إذا في أي إزالة أو تثمين البنيان، لكن الأرض أنا عوضك أرض بدالها. طيب الأرض بدالها ما تعطيني فلوس. أي نفس ما صار في مجمع حاليا جهزنا لهم أراضيهم وبينقلون له. طيب أنا ودي صراحة يعني أميل أو أتجه لموضوع التصنيف في العزب، رغم أن أنت قلت لي لحين، بس حتى على الأقل السادة المشاهدين يعرفون أنه هل فعلا باكر الصبح أرجع ألقى مثلا على 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 باب العزبة والله أنت مثلا فعال أو منتج أو كذا، ولا إيش اللي بيصير؟ لا شوف، فعال ومنتج هذه الأشياء اللي إحنا حاطينها، هذا على أساس أنا أعرف العزب اللي شقاله في موضوع الانتاج الحيواني زين، واللي اقدم لها الدعم. انا قد اقدم العزبة دعم لكن ما في مردود، لان انت الدعم اللي انت تقدمه يكلف ملايين الدوله. فانا احافظ على صحه الثروه الحيوانيه، وفي ذلك احافظ على ثروه حيوانيه تنزل السوق سليمه للاستهلاك الادمي، لان اليوم ترى فيه ناس عدد كبير ينزل في السوق ويبيع وبالطلب. اليوم صار سعر المحلي أغلى من المستورد. طيب تجربة المزروعة، سواء إنتاج الخضروات والفواكه أو حتى إنتاج الحيواني، في وجهة نظرك وبصراحة نجحت؟ نعم. تأيدها؟ نعم. ولا تحس أن أصحاب العزب خسروا؟ لا أنا أيدها بقوة، ولو مو بناجحة العدد ما قاعد يزيد معي. أنا بديت في الطلب ب 11 حظيرة بديت اليوم اللي موجودة في الساحة، اللي موجودة في ساحة المزروعة. اليوم أنا وصلت تقريبا 40، الطلب يزيد. اليوم بعد ما تم إنشاء ما يقصر فيها الطلب صار زيادة، الناس صارت تثق في المنتج المحلي أنه يتأكد من سلامته من الأمراض. طيب في إقبال على الإنتاج كجودة المحلي الحيواني؟ نعم، خراف قطرية وأكبر يعني لها سوقها؟ سوق المزروعة، وحنا سوينا فيه منتج محلي للمنتجات الحيوانية على مدار 3 أيام من 2 إلى 4 2 فبراير الشهر الحالي، ولاقى أقبال كبير. طيب هل التقديم إلكتروني ولا لازم أحضر عندكم عشان أقدم طلب الحصول على العزبة؟ طلب العزبة لا، حاليا التقديم في مركز في قسم العزب في مركز قطر خضراء سابقا. هذا لازم نقدم هناك؟ إبراز البطاقة الشخصية وتعبية الفورمة. الفورمة فيها شروط، فيها شغلات مبينة؟ لا شروط مثل ما قلت لك هي شروط بسيطة. العمر 35 وإنه ما يكون عنده عزبة سابقة، ولا يكون خذ عزبة من الدولة وتنازل عنها. اللي يأخذ عزبة ويتنازل عنها بلوك مدة 10 سنوات. بلوك 10 سنوات؟ 10 سنوات، لأن أنا اليوم أعطيتك عزبة
وانت رحت تنازلت عنها. طيب انت انتهي دورك. معناته مش جد. طبعا انت انتهي دورك من مجرد حصولي على العزبه. انا دوري مستمر معك كاداره ثروه حيوانيه. طالما موجوده عندي العزبه انت مستمر معي. انا مستمر معك كاداره. وترصد مخالفاتي؟ ارصد مخالفاتك، ارصد تجاوبك معي. بتسحبها مني؟ واسحبها منك في حاله ان خالفت الشروط مخالفه نهائيه وتم انذارك اكثر من مره وما التزمت معي، ناخذ عليك اجراء سحب. اجراء سحب؟ ايه خلاص اكتب فيك ككتاب انه خلاص اختار لشخص انه تم سحب الارض لمخالفته 1 2 3. في ناس تبني بنيان مخالف. هو البنيان ممنوع؟ البنيان الطبق ممنوع. اي ممنوع حاليا. عشان بني شلون؟ هم اللي هو الكيربي او السمنت بورد او المواد هذه. لكن ما اقول لك احنا ما راح ندرسها في المرحله الجايه بعد الانتهاء من موضوع التوسعه وانتهاء من القوائم الطويله، لانها فعلا هي ضغط على الاخوان وتعب لهم وكذلك لنا احنا. طيب. وبعدين تعتبر انجاز لنا لو خلصنا هالقوائم. شيء جميل. متى بنوصل للاكتفاء الذاتي فيما يخص اللحوم والدواجن؟ وان شاء الله الاكتفاء كل سنه عن سنه يرتفع. سنويا الحمد لله في ارتفاع. مشاريع في السابق ما كان عندنا مشاريع الا 3 4، اليوم عندنا تقريبا قريب 17 مشروع. طيب احنا دائما في كل سنه نعاني من موضوع المغاصب. تعرف كل عيد كل رمضان لازم عندنا هالاشكاليه. في حلول قريبه؟ شوف طال عمرك انا عشان بس اكون صادق معك، المغاصب لها جهه معنية. لا انا اقصد هل بتوفرها لي في مثلا؟ لا لا لها جهه ثانيه غير اداره الثروه الحيوانيه. حلو. في لها جهه مختصه. لكن حسب المغاصب اللي موجوده حاليا فيه يعني توجه مغصب جديد يعني، بس انا هذا مثل ما قلت لك هذا في جهه ثانيه مختصه. نعم ممكن اسالهم لكن اقصد لكن حسب علمك. لكن فيه للبنيه التحتيه انهم ينشؤون مغاصب جديده، فيه بالنسبه مع الاسواق مثل ما نزلوا في الجرائد من فتره ان فيه مغصب جديد بيكون موجود من ضمن الاسواق المركزيه. في سؤال العيد. في سؤال الاخوان يقولوا لي حسن تكرر، هناك مهرجان الحلال ينظم بشكل دوري وتقع فيه مزادات على السلالات النادره ومزاين بجوائز كبيره، فتقييمك لها من ناحيتين الاقتصادي والتسويقي. ليش في كثارة بين هذا المهرجان فيه تشرفون عليه موجودين انتم؟ احنا نساهم مع الاخوان يعني في السنوات الماضيه نساهم معاهم كرعايه صحيه على الثروه الحيوانيه، نحميها انه ما يكون على اساس ما يدخل الحلال الا سليم. جميل. ما يكون في حلال مريض. طيب اعزائي المشاهدين راح نشوف مع بعض الان نتيجه الاستفتاء على السؤال اللي طرحناه اليوم. السؤال كان يقول ما رايك في الشروط والاليات الحاليه للحصول على عزبه بعد ما سمعتوا ضيفنا الكريم؟ بعد ما سمعتوا ضيفنا الكريم تشوف مع بعض هل هي شروط ميسره مقبوله ام صعبه؟ شو تقول؟ افا 66% صعبه؟ بالعكس 23 مقبوله 11 ميسره. انا اتوقع المفترض يكون العكس، اتوقع لان الشروط اللي قالها يعني سهله جدا، عمرك 35، امراه او رجل ما في مشكله، ما يكون حصلت على سابقا وما تكون تنازلت، صح؟ صحيح. عقب 6 شهور من استلامك للعزبه ممكن توفر فيها حلال لين 50 راس، وهناك عندك دعم من الدوله. فاتوقع لو تعيدون الاستفتاء افضل، لان لا في الشكل اعتقد صعبه. لا لا انت صحيح. اخي فرهود طبعا انا فخور صراحه فيك. والاخوان حتى متابعين معانا يعني صراحه يقولون ما شاء الله عليه ملم بكل الملاحظات، رغم انك تقول انا شديد جديد على هذا المجال. لا مش جديد على المجال. او استلامك للاستلام للاستلام. يعطيك العافيه. وانا شاكر لضيفنا الكريم اعزائي المشاهدين السيد فرهود الهاجري مدير اداره الثروه الحيوانيه ورئيس لجنه العزب بوزاره البلديه والبيئه. شكرا اخوي فرهود على تشريفك. العفو. وحضورك لنا. شكرا يعطيك العافيه وبركة الساعات. اعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت اليوم، اتوقع الامور اتضحت الان واتضحت لي انا مثلكم بعد، لان اول مره صراحه اسمع مثل هذا الكلام. لكم الف شكر على المتابعه وشكرا من تواصل معنا، ونلتقي الاربعاء القادم 7 مساء باذن الله تعالى. مع السلامه.